دكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية. دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك، هل تغيرت الحصيلة الإجمالية حول أعداد القتلى أو الإصابات؟ مرحبا بك، كل عام وانتم بخير. أحيي جميع قادة الشعب السوداني بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. نسأل الله سبحانه وتعالى العام القادم يعني يكون السلام والأمان في السودان. الحصيلة تغيرت بعض الشيء، هذه أعداد تراكمية لستة أيام منذ صباح حتى يوم 15/4 وحتى فجر اليوم. نعم. يوم 21/4 عدد المصابين الذين وردوا إلى مستشفيات العاصمة 1859 مصاب، منهم 922 مصاب في القطاع العام و937 في القطاع الخاص. العسكريين من مجمل إصابات العسكريين الوردة إلى المستشفيات 210 مصاب. عدد الوفيات ارتفع من 105 ليوم 19 ل 132 وحتى فجر اليوم، منهم 56 حالة وفاة في القطاع العام و 76 في القطاع. هذا بيان إجمالي يشمل كل الولايات ولا ولاية الخرطوم فقط دكتور محمد؟ يشمل ولاية الخرطوم فقط باعتبار انه ما زال الاشتباكات في ولاية الخرطوم. حسب إفاداتنا في الغرفة المركزية جميع ولايات السودان ال 17 الأخرى هي الآن اليوم ويوم أمس هي في لا يوجد بها اشتباكات. طيب نعود إلى الأرقام التي أحصيتها لنا تبعا. نعم. للحالات، عدد الوفيات أو عدد القتلى بالأحرى المشار إليه والذي سنتمنى على حضرتك أن تعيده من جديد يشمل المدنيين والعسكريين على السواء. 132 يشمل المدنيين والعسكريين على حد السواء. نعم. وهذه الوفيات التي جاءت إلى إلى المستشفيات. كل إحصاء مقدم من جانبكم هو الإحصاء المرتبط بالذين ذهبوا إلى المستشفيات وسجلوا. نعم. 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 مجموع عدد العمليات في الستة أيام 342 عملية، 342 عملية، القطاع العام منها 263 عملية. ده بوريك إنه القطاع العام هو المستحوذ على تقديم الخدمات بصورة أكبر، لأنه معظم مستشفيات القطاع العام هي في الأطراف وليس في المركز. نعم. العمليات الجراحية، معلش، العمليات الجراحية ومن قبل ذلك الإصابات عمليات. نعم، عمليات كلها مرتبطة بالاشتباكات ولا كانت بعضها لحالات مرضية عادية؟ نعم، كلها مرتبطة بالاشتباكات. نعم. كل الترددات اشتباكات. نعم. أيوة، استخراج العير النائرية من الرأس والصدر والبطن والحوض وكسور عظام مركبة. هذه يعني مجمل أنواع العمليات. 35 حالة في العناية المكثفة، حالات خطرة، 17 منها في القطاع العام و18 في القطاع الخاص. الآن المستشفيات العاملة هي 108 مستشفى من 105 مستشفى لأول أمس، في 3 مستشفيات عادت إلى التشغيل. نعم. تقديم الخدمات. نعم. مستشفى التركي ومستشفى الشهداء ومستشفى بحري جزئيا في غسيل الكلى. مراكز غسيل الكلى اللي هي 30 مركز الآن يعمل منها 24 مركز كلى لتقديم الخدمات الصحية في غسيل الكلى الطارئ والآجل أو الدائم لثلاثة ألف ونص مريض في جميع أنحاء العاصمة، والستة مراكز الأخرى إن شاء الله خلال اليومين الجايات بيخش الخدمة للإشكالات في الإمداد المائية. على مدار الساعات الماضية دكتور محمد، هل هناك إحصاء بعدد الحالات التي انتقلت إلى المستشفيات على وقع الاشتباكات الدائرة في ولاية الخرطوم؟ نعم، توجد إحصائية. عدد العمليات التي تم إجراءها 22 عملية. عدد الوفيات 17 حالة وفاة، والترددات على المستشفيات خلال اليوم 137 حالة. 17 هذه ضمن ال 132 حالة وفاة. نعم. التي أشرت إليها. نعم، حصيلة اليوم. حصيلة. نعم. هذا اليوم. نعم. هذه حصيلة يوم 20 منذ الصباح وحتى الساعة 12 ليلا. دكتور محمد، هل هناك مخاطر مرتبطة بتحصن بعض الأفراد المنتمين إلى ميليشيا الدعم السريع داخل مناطق أو وحدات القطاع الصحي سواء كانت من المستشفيات العامة أو مستشفيات القطاع الخاص؟ هل هناك أي مشكلات مرتبطة بهذا؟ مطلقا. نعم. هم قطاع القوات المسلحة والدعم السريع كلاهما سودانيين، تتم المعالجة على حد سواء مع المدنيين، وهنالك مستشفيات في مرمى النار خاصة الآن تعالج بعد توفير جزء من الأمان تعالج جرحى الدعم السريع في مستشفى الساحة ومستشفى شرق النيل. نعم.
الحديث عن المشكلات المرتبطة بنزول الأطقم الطبية وأطقم التمريض إلى المستشفيات لأداء ومباشرة أعمالهم كانت من بين المشاكل الأساسية التي واجهت القطاع الصحي في أيام الاشتباكات. نعم. هل تبدل شيء من واقع نزول هذه الفئات؟ نعم، صعوبة الترحيل كانت للمستشفيات في مرمى النار، هي 30 مستشفى الآن اللي ذكرت عليك. نعم. 10 مستشفيات في القطاع العام، 20 في القطاع الخاص. الآن مرمى النار أصبح أنه لا يوجد مستشفى عامل، وبالتالي حركة المواطنين، حركة الكوادر بواسطة الإسعافات في مستشفيات في المحليات والمستشفيات الأكثر أمان. نرحل الحد الأدنى من الكوادر العاملة التي تكفي لتقديم الخدمات الطارئة وشبه الطارئة مع تدني التردد. يعني ذكرت لك التردد اليوم 137 حالة في 108 مستشفى. ده بواقع حالة لكل مستشفى. الإحصاءات التي كانت مقدمة من منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع البيانات الصادرة عن وزارة الصحة السودانية كانت تشير إلى أعداد ضخمة للغاية من المستشفيات التي خرجت عن الخدمة. حضرتك أشرت إلى أن الأرقام تبدلت تبعا لعودة بعض المستشفيات للعمل من جديد، هل هناك رقم إجمالي فيما يخص هذه المستشفيات؟ نعم، أنا أتحدث عن مستشفيات ولاية الخرطوم. نعم. هي 133 مستشفى العاملة في الخدمة، 108 مستشفى الآن. وكانت فيما مضى 105 711. نعم، 105 كانت اول امس، الان نتحدث عن 108 مستشفى. اما فيما يلي الارقام، حسب علمي المنظمة الصحة العالمية تحصر ارقام الوفيات والموتى في جميع السودان في الولايات المختلفة، 18 ولاية. نعم. وليس حصرا على ولاية الخرطوم. انا اتحدث عن ولاية الخرطوم. طيب حضرتك لم يحدث اي تواصل من جانبكم وباقي المستشفيات في باقي الولايات السودانية المختلفة لتقديم رقم اجمالي او اقرب الى الرقم الصحيح، ولا الامر على مستوى تدقيق الارقام فقط قاصر على ولاية الخرطوم؟ أنا أتحدث نيابة عن وزارة الصحة ولاية الخرطوم. نعم. يوجد ناطق رسمي في وزارة الصحة الاتحادية المسؤول عن جميع الولايات، وينسق مع منظمة الصحة العالمية فيما يلي الأعداد. الذهاب من جانب سيارات الإسعاف واحتمالية أو إمكانية أو سهولة عملية نقل الإصابات الناجمة عن هذه الاشتباكات أو ربما حتى بعض الجثث التي يمكن نقلها، هل تغيرت فيما مضى من أيام كان الأمر صعبا للغاية، اليوم هل اختلفت؟ نعم. الصورة؟ نعم، توجد توجيهات رسمية من القيادة العليا في الدولة بالسماح لأفراد جهاز الشرطة بالتنسيق مع الطب العدلي والشرعي في نقل الجسامين الملغاة على الطريق إلى المشرحة حسب إجراءاتهم المعمولة بها. الآن أي إصابات في الشارع، إذا كان الشارع آمن يتكفل الإسعاف المركزي لولاية الخرطوم بنقل المصاب إلى أقرب مستشفى آمن. والحالات الأخرى التي قد لا يكون فيها الشارع آمنا أو في منطقة الاشتباكات، كيف تنقل الحالات المصابة إلى المستشفيات؟ لا يذهب إليهم الإسعاف. ولا حتى على مستوى النقل الفردي من جانب بعض العناصر؟ لا، مستوى النقل الفردي يوجد نقل فردي. معظم الحالات دي بالنقل الفردي. معظم الحالات التي وصلت الى المستشفيات نقل. نعم، بعربات الشرطه وبعربات الدعم السريع حتى. المدد المؤني واللوجستي الى مستشفيات الخرطوم باعتبارها هي الولايه الاكثر تضررا، الاكسجين الذي يذهب الى هناك. نعم. الادويه المنقذه للحياه، المعدات الخاصه بالعمليات الجراحيه، كيف تتعاملون على اساس بعض أوجه القصور التي اعترضت الطريق؟ كانت توجد بعض الأزمة في توفير الأكسجين حسب الشركات المتعاقدة نسبة لقفل الكباري، وذلك كان يوم 15 ويوم 16. بعد هذه الأيام تلاشت هذه الأزمة تماما، تم توفير الأكسجين، ومعظم المستشفيات الكبيرة اللي نحن مستهدفينها بعلاج الإصابات يوجد بها توليد الأكسجين الذاتي. وحدات العناية الفائقة، لأن هناك بعض العمليات أو التدخلات الجراحية التي تستلزم كما نفهم بعد ذلك المكوث في غرف الرعاية الفائقة، لا مشكلة. نعم. فيها حسب حتى نعم، حسب برنامج الإحالة والتحويل الداخلي عندنا في ولاية الخرطوم، الحالات الخطرة تحول إلى المستشفيات التي فيها عناية مكثفة وفيها طبيب تخدير لمباشرة الحالات. كما ذكرت لك عندنا 135 حالة في العناية المكثفة على القطاعين العام والخاص. لم يفقد أي من الأطباء أو أعضاء أطقم التمريض خلال هذه الاشتباكات دكتور محمد في ولاية الخرطوم، ولا لا إحصاء مدقق؟ نعم، وردتنا شكوتين بوفاة طبيبتين أثناء رجوعهم من المستشفى إلى البيت بطلق طائش، طبيبتين. نعم. خلال يوم أمس. شكرا جزيلا لك دكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة الصحة في ولاية الخرطوم.